السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا ماخذكم بجولة استكشافية، راح نشوف هذا المكان اللي يكثر به الطيور وخاصة تكاثر هذا الطيور والأحشاش والبيوض وغيرها. راح نشوف في هذا المكان أنواع مختلفة من الطيور وليش تختار يعني خصيصا هذا المكان، شنو السبب. طبعا اليوم كان المفروض نصور معلم حضاري او يعني تاريخي، بسبب الظروف الجويه والامطار وكثره الرياح لغينا وتاجلت الى غير يوم، لكن هسه حاليا بهذا الوقت قلت الامطار قلت الرياح هدأ الوضع، ارتئينا نصور لكم هذا المكان الجميل. يلا هنروح نشوف المكان. شاهدنا بالآونة الأخيرة الحرائق مستمرة، يعني خاصة بهيج أماكن ما أعرف سواء كانت الحرائق مفتعلة أو غيرها. خلي نشوف هنا يعني الطيور اللي نحصلها لكم، راح نسلط الضوء عليها شنو أنواعها تكاثرها، راح نحاول قدر إمكاننا نصطاد ونلزم طير ونشرح لكم عنه كل التفاصيل. تابعوا الفيديو للنهاية، لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك وأيضا مشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء إذا تحبون تتواصلون ويانا وتجون لهذا المكان. تزورونا، صفحاتنا موجودة في صندوق الوصف أو أيضا الإيميل موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ادخلوا وتواصلوا ويانا. أهلا وسهلا بكم. يعني هسه أنا حاليا جاي أبحث على عش مال طير أو بيوض أو هيك شيء، خلي نشوف شلون يتكاثرن يعني بهذا المكان، شلون نحصل عليهن، شلون نقدر نحصل عليهن، شلون. يعني احنا متجولين لفت انتباهنا هذا الماطور، هذا الماطور لسقي الأرض الزراعية. شوف خلينا نشرح عن آلية الماطور. هذا الماطور طبعا كهربائي، يجيبون احنا هي متكون من الخنزيرة والمذب مثل ما نقول، يذبونها وين بالشط، تسحب المياه المي الموجود من هنا من الداخل من داخل الشط، وين تودي الذبة بالساجة. الساجة طبعا هي على طول الأرض إلى أن تصل إلى الأماكن الزراعية. طبعا هنا هسه مثل ما جاي تشوفون مغطينا عن المطر، لأن مثل ما قلت لكم وسولفنا اليوم كان أكو مطر قوي، لذلك يغطونه حفاظا عليه، خاف يحترق يعني المياه إذا تنزل، المي إذا نزل على الماطور يحرقه. يلا الآونة الأخيرة، هاي الأماكن تعرضت للحرق وتعرضت للقطع وخاصة النخيل وغيرها بسبب، يعني هسه أنا على سبيل المثال لو عندي قطعة أرض بهذا المكان وأريد أبني بيت مثلا، شو أسوي؟ لازم أوفر مساحة، المساحة لازم شنو؟ نقص النخلة ونقص الأماكن وغيرها من هاي الأمور. حاليا احنا مستمرين وجاي ندور عن عش للطيور حتى نوضحه لكم. هذا عش، طبعا هذا هنا أنا عش للطيور، هنشوف والله هذا شلون نصعد له. بس طبعا صعدنا لفوق حتى نشوف هذا العش بيبيوض لو ما بي افراخ
لا ما ابي، هسه احنا جندور. طبعا هو فارغ ما ابي هذا العش. انا حسب اعتقادي يعني اتصور هذا العش هو مو مال طائر كبير، يعني مو مال مثل ما نقول احنا عندنا الفخته او البربش او الطبقان او غيرها. هذا اعتقد مال بلبل او مال طائر صغير عصفور. يعني هسه راح ننزل لكم اياه ورجع لمكانه. هذا العش اللي حصلنا عليه، شوف شكله وشوف انتظامه، يعني ايش قد طولت بيه الام او الاب ببناها، ومنين جمعت هاي الاعشاب والاحشائش حتى تبنيه. طبعا هو مكون من الخوص وال اوراق الشجر مدري. طبعا موسم التكاثر للطيور بعد ما بدا، يبدا الموسم التكاثر للطيور بدايه الشهر الثالث وسط شهر الثالث، يعني احنا نسميه طقاق الشجر. هذا الشجر كله يورد ويصير اخضر ويطق. مثل ما شفتوا العيش هو خالي ما بي لا بيوض لا فتشي، لان حاليا مو موسم تكاثر حتى يتكاثر. طبعا الانواع هنا من الطيور اللي تكثر، بعضها طيور صغيره مثل العصفور والبلبل الريفي اللي يكثر بهاي الاماكن، وبعضها الطرطور والزرزور. اكيد سمعانين وجزء البعض منكم وبعض من المشاهدين ما سمعانين بالطرطور او الزرزور. الطرطور والزرزور دائما يكون او يميز عن بقيه الطيور هو ديله يكون اطول وما يطير المسافات بعيده، يعني يطير من هذا المكان الى بعد مثلا 500 متر، يعني ولازم يحط ويعني يبقى بمكان شهر او اكثر، وبعدها ينتقل لمكان اخر، مو بعض يعني يختلف عن بعض الطيور اللي تهاجر المسافات طويله والاماكن بعيده. الحلو هنا بهذا المكان النخيل هنا يعني حتى وان يعني صار عمره 50 سنة 40 سنة يعني ما يقصونه ويذبونه، يبقى على هذا كبرة على هذا حجمه إلى أن وحده يسقط ويوقع. خلي نشوف مكان اللي سقطت منه النخلة وشلون يعني عمقها الموجودة داخل الأرض. خلي نشوفها. طبعا هسه احنا بالقرب من النخله اللي سقطت، وهذا مكانها، هذا مكانها يعني جراء الحرائق اللي صارت. شوفوا يعني عمقها بحدود 3 امتار، يعني هذا موقع يعني شلون نقول عنه رقم تقريبي لها. ويعني شوفوا طولها تحول الى رماد، يعني النار دخلت بيها من الداخل اكلتها كلها مثل ما نقول ووقعت سقطت. بحدود طولها 15 متر او 14 بهالحدود، يعني تحولت كلها طولها على طولها هذا رماد. الحلو هنا اكيد احد هسه الحلو بهذا المكان اكيد هسه يعني احد المشاهدين يسال هذا شنو النبات الموجود. هذا هو اسمه المشهور عندنا وبال يعني الاماكن الجنوبيه اسمه شيسم الله. شيسم الله يعني حتى اسمه شويه غريب. هذا يعني السحبه وتفلسه، من راح تفلسه راح تلقى بيه. خلينا نشوف بالله. هذا اللب الموجود بداخله، طبعا هذا اللب ينوكل، يعني هسه انا راح اكله. هذا شيسم الله وهذا اللب مالته. طعمه حلو طيب. شلون الخريط؟ تعرفون الخريط لما تعرفون الخريط؟ اكيد هسه ما حد يعرف الخريط، ولو موجود هنا خريط كان صورته بس ما يكثر هنا الخريط. اي طبعا هذا اللب اسمه اللب الشيسم الله. كلش طيب. انا راح اخذ وياي بعد 1 2 اتلهى بيها بالطريق وهم اكرز واكل وانتم ظلوا تباعوا. منو يحب الشيسم الله ومنو يريد الشيسم الله؟ اذا اكو احد منكم ماكل هاي الاكله خليه يكتب بالتعليق وشنو طعمه، طيب لو مو طيب. يلا مثل ما جاي تشوفون امامكم حاليا هاي النبته اسمها الصفصاف،
اللي تكثر دائما على جرف المياه على الشواطئ وعلى الانهار. حاليا احنا قلنا بعد موسم الطقاق يعني بعد لشهر او بحدود اكثر من شهر، مثل ما تشوفون هاي الحبيبات او هاي النبته راح يتورد، يصير بها ورده وبعدها تطق الى ان تصبح خضار وتطق الى ان تصبح شجره كامله. طبعا فحطنا وتعبنا كلش، راح نغسل من هذا الشط من هذا المي ونرتاح شويه ونرجع الموضوعنا. يلا عين خليه نغسل. يلا استاذ محمد هنا صورنا، شوف سبحان الله يعني احنا بالصدفه لقينا هاي الزهره. هاي الزهره اسمها زهره النيل. هاي زهره النيل مثل ما جاي تشوفونها، خلي بالله بس خلينا نشوف ان نقدر نقص معتها واحده. هاي زهره النيل، هاي زهره النيل هي كثرت بالاونه الاخيره بالشواطئ بالبحيرات بالاماكن اللي يكثر بها المياه. ما اسولف لكم عنها، طبعا هاي تاخذ يوميا او يعني تشرب مي بحدود 10 لتر. يعني تتخيل، تخيل لو نفرض مثلا بالمتر المربع 10 نبتات او اكثر، 10 نبتات او اكثر يعني تاخذ هي يعني كميه من المياه بحدود 10 لتر. مثل ما جاي تشوفون هاي جذورها موجوده، هي حالها حال الطحالب الموجوده او حالها حال ما يعرف بالشمبلان، احنا دائما نسميه بالعاميه الشمبلان. يعني ايش قد راح تاخذ مي؟ ايش قد راح تاخذ كميه من المياه؟ من سلط عليها الضوء اليوم، شوفوا يعني شكلها، شوفوا اوراقها شلون مختلفه. هاي يسمونها بزهره النيل. زهرة النيل يعني ايش قد راح تاخذ كميه من المياه، ايش قد راح تسبب ضرر. للعلم طبعا هاي ما تنبت يعني بتربه او تراب وغيرها، تنبت على سطح المياه، تطفو على سطح المياه. ومثل ما تشوفون هاي جذورها مثل ما قلت لكم هي اشبه بالشمبلان او الطحالب. احنا راح نحاول نطلع هاي الكميه من الزهره خارج المياه حتى نحافظ على البيئه. شوف ايش قد يعني حاليا قد محمله مي. طبعا عن طريق الصدفه يعني شفتها. نحاول قدر الامكان يعني نطلع هاي الزهره، لكن للاسف ماكو اهتمام، ماكو. طبعا من الاسباب الرئيسيه لمهاجره الطيور من مكان الى مكان اخر، وليش تختار هذا الموقع بالذات؟ هذا الموقع يعتبر موقع جغرافي، اولا قربها على المياه الموجوده الشاطئ مثل ما شفتوا، وايضا وجود هنا اشجار النخيل. هاي الاشجار الكبيره وصار لها بحدود تقريبا 40 سنه 50 سنه. هاي الاشجار دائما تكون مرتفعه دائما، فتبقى الثمار مثل ما قلنا التمر الموجود بها ما يقصونه كله، فتبقى بقايا من التمر. راح يجي الطير يحصل غذاء، يحصل مي، بيئة يعني هدوء تمتاز غالبا بالهدوء، يبقى هنا لفترات طويلة إلى أن يتكاثر ويصير عنده بيوض وأحشاش وياخذ راحته. احنا نقول في هذا المكان هسه حاليا خلينا نشوف البقايا الموجودة هنا من التمر بالنخيل. يعني هسه هذا الموجود، هذا التمر دائما تجي الطيور عليه، شوفوا يعني حتى هذا ماكله، شوف ماكله يعني الطيور كلها ماكله هاي الثمره وهاي التمره. دائما من تنتقل المكان الى مكان اخر لازم توفر غذائها وتامنها لفترات طويله، قد تكون يعني تحسبا للجفاف، تحسبا للغير امور، فتجي هذا المكان مثل ما قلت لكم بتوفر بيه كل شيء. التمر موجود، الغذاء، المي موجود قريبه، بيئه امنه، بيئه يعني هدوء. هنا الصياد اغلب ما يجون لهذا المكان، لذلك تشوف بها بيئه هادئه يعني يرتاح بها الطير. هسه بعد ما شفنا النباتات الموجوده بهذا المكان وايضا الحيوانات وغيرها، هسه صار دوركم، ننتظر حبكم لنا وخاصة بالدعم، باللايك والتعليق والاشتراك ومشاركة الرابط اللينك مع الأهل والأصدقاء والأقارب. إذا تحبون تتواصلون ويانا صفحاتنا، إيميلنا، فيسبوك، انستغرام وتويتر موجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف.
ادخلوا وخلي شاركونا بالرأي وخلي نتحاور سوية. تقبلوا تحياتي، يعني عبد الله الطاي، انتظرونا بحلقات جديدة، مفاجآت جديدة ما مطروقة نهائيا. كل الشكر والامتنان لمصورنا الرائع والجميل محمد الطاي. أهلا وسهلا في مال الله.